هل من نصيحة للنساء اللواتي يأتين إلى الحرم وهن متعطرات ويلبسن الملابس الضيقة؟ هذا حرام، حرام عليهن، وهذا معصية، معصية. الطيب، طيب المرأة إذا خرجت من بيتها هذا معصية، والملابس الزينة أو الملابس الضيقة هذه معصية أخرى، وهي جاءت إلى الحرم تريد الأجر والثواب، فكيف تأتي وهي متلبسة بمعاصي وذنوب؟ عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تخرج إلى الحرم أو إلى غير الحرم وهي متسترة ومتجنبة للطيب، ولا تلبس الملابس الضيقة، تلبس الملابس الواسعة الساترة التي ليس فيها زينة. نعم.